لكي ينال قيام أرض. ده اللي بيقوله أفحاح الإيمان عبرانيا 11. يعني هو بيحاول يلاقي أسباب عشان يقنن الأبوكليب. يقنن ثفر هو قال عن نفسه أنه مش وحي. يعني مكابين التاني بيقول إن كنت أحسنت التأليف فده غرض يومنيوتي، وإن كنت أثرت فيعني أنا عملت اللي في وسعي. هو بيقول أنه مش وحي. كتير لما بيجي يقتبس كاتب في العهد الجديد بوحي الروح القدس من العهد القديم بيقتبس، بيديني إحساس إنه مقتبس، يعني بيقول لي كما قال مش عارف إيه، لكن ده كان بيقول آية مكتوب بكذا. لكن كاتب رسالة العبرانيين في الحتة ديت بيقول رجموا نشروا، وبيتكلم يعني عموم أخذت نساء أمواتهن بقيامة. عاوز تفهم أنت نساء أخذت أمواتهن بقيامة على أرملة صرف الصيدة لما خدت ابنها وإلي أقاموا ينفع. عاوز تقول أليشع والشنامية ينفع يعني هو مش بيتكلم عن حاجة عامة. فأنا ليه أقول لك ده هو قاصد دي؟ لا، هو بيتكلم في وجه العموم وآخرين. في ناس بتقول إن المسيحية المكتوبة جت بعد كم قرن من المكتوبة تقصد رسائل وأناجيل العهد الجديد يعني ككتاب ككتاب في إيدينا مكتوبة من بعد ما الرسل انتقلوا وبعد الدنيا ما خلصت، بعد ما انتقلوا زي ما هم اللي كاتبينها. في أسئلة بتقول إنه لا الحاجات دي اتكتبت بعد قسطنطين، يعني القرن الرابع الميلادي، أو أنتوا اعتمدتوها بعد القرن الرابع الميلادي. إيه رأيك في الكلام ده؟ لا يعني أنا عندي أدلة قوية جدا تخليك تقول مش بس الرسل اللي كتبوا ويمكن إحنا قلنا في أكتر من مرة ليه متى اللي كتب، ليه مرقس، ليه لوقا، ليه يوحنا، رسائل بولس، مين كتب العبرانيين، حكينا في كل ده وأثبتناه. لكن خليني أقول لك مش بس اتكتب، انتشر على أوسع نطاق قبل القرن الثالث والرابع الميلادي، قبل القرن الثاني الميلادي كانت تتكتب وفي لهفة عند جموع المسيحيين في كل مكان ان هم يقروا اقوال الرسل، لانه هو كان الاجتماعات الكنسية في اعمال الرسل اصحاح 2 كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكثر الخبز والصلوات. طب وهو كان الرسل منتشرين في كل الكنائس المحلية؟ لا طب. طب إزاي كلهم كانوا بيواظبوا على تعليم الرسل إلا إذا كان اللي في ورق مكتوب وبينتشر؟ فكان في ورق مكتوب وبينتشر. يعني عندنا أناجيل وعندنا رسائل. لو أجيب لك أدلة على انتشار الأناجيل وأدلة على انتشار الرسائل علشان وقتك وما أخدش منك كثير، أجيب لك الدليل على انتشار الأناجيل خارجي وأجيب لك الدليل على انتشار الرسائل داخل، علشان يبقى أنت عندك انتشار الكل أناجيل ورسائل وعندك خارجي وداخلي بحيث تبقى أنت القضية بالنسبة لك محلولة منتهي. الأناجيل لو قلنا آخر إنجيل اتكتب، آخر إنجيل يوحنا اتكتب، ولو قلنا اتكتب تقريبا يعني سنة كام؟ بنتكلم في سنة 96 في الحدود دي، ده يمكن الرؤية يعني. لكن نتكلم على الإنجيل ممكن نتكلم في 90 ميلادية. نتكلم في 90 ميلادية. أوكي تمام. طيب إنجيل يوحنا اتكتب لجموع المسيحيين طبعا سنة 90 ميلادية طبعا. أوكي إيه رأيك لو سنة 1920 هنا في مصر نكتشف مخطوطة؟ تمام. المخطوطة دي لما نرجع لتاريخها يرجع تاريخها ل 125 ميلادية. إيه ده، ثواني، المخطوطة دي اكتشفناها في 1920. ايوه احنا اكتشفناها بس يرجع تاريخها، تاريخ كتابه المخطوطه 125 ميلاديه. يعني 125 ميلاديه كانت في مصر. وهو يوحنا بيكتب منين؟ هو يوحنا بيكتب بناء على شهاده بوليكاربوس من تركيا افاثوس. ياه
اللي هي أثيا الثغر. يعني سنة 125 ميلادية إنجيل يوحنا وصل مصر. بس يعني عشان أكون أمين معاك، البردية ما فيهاش إنجيل يوحنا كله. المخطوطات يا بس حتى لو فيها جزء، حتى لو فيها جزء معناها إنه انتشر. ده يقول إنه في جزء على الأقل منها انتشر. المخطوطات كانت ليها طريقتين لكتابتها مشهورين قوي، يا إما يكتبوها على ورق بردي يا إما يكتبوها على رقوق من جلود الحيوانات. علشان كده بولس بيوصي تيموثاوس يقول له الرقوق احضرها معك. دي حاجات كان بيكتبها وحاجات كان بيقراها وكلام من ده. فالمخطوطات اللي على ورق بردي العلماء بقوا يرقموها، والمخطوطات اللي على رقوق العلماء بقوا ياخدوا الحرف الأول من المخطوطة ويسموا المخطوطة باسمها. تاني الحتة دي، المخطوطات اللي على ورق بردي كانت تاخد رقم، تمام، والمخطوطات اللي على رقوق تاخد حرف، تمام. الرقم بتاع المخطوطة اللي على ورق بردي بيسبقوا حرف البي، يعني عشان تعرف ان دي على ورق بردي. فالمخطوطة اللي اكتشفوها في مصر سنة 1920 اسمها بي 52، تمام، فيها من انجيل يوحنا اللي اتكتب 90 ميلادية. لاحظ بقى، ولا كان في طيارات ولا كان في طبعة ولا كان في، وده بيكتب في تركيا والانجيل موجود في مصر والايات موجوده في مصر سنه كام بقى؟ مش القرن الثالث والرابع، 125 ميلادي، يعني بعد 35 سنه من الكتاب. هل اللي اكتشفناه ده في مصر ده كان حاجه اكتر من الانجيل يوحنا، ولا كان حاجه كانت حاجات كتيره؟ لا، المخطوطات اكتشفنا حاجات كتير قوي، بس انا بجيب لك اقدم مخطوطه اقرب للانجيل. فاقدم مخطوطه اقرب للانجيل ادي 35 سنه، يعني ده كتب 90، المخطوطه 125، والانتشار دي في حته وده في حته، اتكتب في حته والمخطوطه موجوده في حته، علشان ابسط لك فكره انه انتشر. يعني انا ما عنديش دليل انها راحت ما عنديش دليل امسكه في ايدي اقول لك راحت لباقي البلاد، بس المنطق يقول ما دام راحت لمصر، طالما راحت للمؤمنين في مصر ايه اللي يمنع تكون راحت لكل المؤمنين في كل العالم القديم وقتها؟ تمام. وطالما راحت في زمن قصير يبقى ايه اللي يمنع ان كل الاناجيل مش بس يوحنا؟ ما من باب اولى يبقى انجيل مرقس اللي في مصر مش انجيل يوحنا. عارف لو اقول لك لقيت برديه في مصر فيها انجيل مرقس تقول لي يا سلام، عادي يعني، ما هو كاروث الديار المصريه. لكن لما اقول لك لقيت برديه فيها من انجيل يوحنا في مصر 125 ميلاديا، يبقى معنى كده ان الورق نفسه بيلف. بينتشر والمخطوطات بتتكتب. ده بالنسبة للأناجيل. طب بالنسبة للرسائل، هل عندنا دليل إنها كانت بتلف أو كانت بتنتشر منتشرة؟ طبعاً طبعاً، أكتر قبل برضو القرن الرابع. قبل إيه؟ مش قبل القرن الرابع، ده فور كتابتها تنتشر. يعني مثلاً شوف كده بولس بيقول إيه لأهل تثالونيك، هو كاتب لهم رسالة، تمام، كاتبها للتثالونيكيين. مين اللي هيقراها؟ التسالونيكيين. أهل تسالونيك جاي لك جواب. عايز وصايا أنك تقرأ؟ لا طبعا. طب شوف بقى التوصية في تسالونيكي الأولى 5 عدد 27، آخر آيات في تسالونيكي الأولى، لو قريت كده شوف بيقول إيه. أناشدكم بالرب أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين، نعمة ربنا يسوع المسيح معكم، آمين. قال أن تقرأ هذه الرسالة على جميع الكنيسة بتوع تسالونيكي؟ لا، على جميع الإخوة القديسين. إيه معناها دي؟ على كل المؤمنين. يعني يا ريت الرسالة دي بعد ما أنتوا تقروها تسلموا، تعرفوا أي مؤمن من أي كنيسة تاني من أي حتة تاني تقرأ هذه الرسالة على جميع الإخوة القديسين. فده دليل على أن الرسالة دي انتشرت. بلاش أقول لك على حاجة تاني، وأنت اقرأ وقول لي واشرح لي الكلام ده. طيب. في كولوسي 4 عدد 16 بيقول ايه؟ ومتى قرئت عندكم هذه الرساله، تمام، فاجعلوها تقرا ايضا في كنيسه اللاوتكيين. ده عشان ياكد لك ان الرساله مش عاوزها تتقري للكنيسه فقط اللي بعت لها، احنا هو بعت لكولوسي. احنا في كولوسي بيقول لهم اعملوا معروف الرساله اللي بتقروها عندكم دي في كولوسي خليها تتقرا في اللاوتكيين، خليها تتقرا في كنيسه لاوديكيه، والتي من لاوتكيه تقراوها انتم ايضا. ده في رساله تانية ايوه راحت للاوتكيه، ايوه، وبيقول لهم اقروها في كولوسي. جميل، انت تقول لي الله فين رساله لاوديكيه دي؟ ما انا كنت هسالك السؤال ده. ما طبيعي سؤال هيفرض روح. طيب. فين رساله لاوتكيه؟ هو ما بيقولش والرساله التي الى لاوديكيه، لكن بيقول الرساله التي في لاوتكيه من لاوديكيه. معنى كده انه في رساله
مش راحت للودوكية مباشرة، دي اتكثبت في حتة تاني واتقرت في لودوكية زي ما رسالة كلوثي هتتقري في لودوكية. فبيقول لهم الرسالة التي من لودوكية تقروها عندكم، ورسالتكم تقروها لودوكية. رسالتكم ودوها لودوكية، أنا فهمت خلاص رسالة كلوثي تروح للودوكية. التي من لودوكية دي بقى أنا عاوز أفهمها تطلع إيه؟ أنت لو عرفت أن المناطق دي مجاورة هتعرف أن بولس زي ما كتب كلوثي كتب أفسس. والاثنين بيكملوا بعض جدا، بحيث أنه علشان توصل لتعليم كامل باكج على بعضين لازم الرسالتين يتقروا مع بعض، أفسس وكلوثي. فهو بيقول لبتوع كلوثي بتوع لودوكية راحت لهم الرسالة بتاعت أفسس وودوا لهم بتاعت كلوثي. وانتوا قريتوا رسالة كلوثي خدوا الرسالة اللي جاية لكم من لودوكية اللي هي أصلاً رسالة أفسس. عشان كده ما بيقولش الرسالة إلى لودوكية، التي من لودوكية. معنى كده إن الرسائل كمان الرسالة الواحدة شفت قريت في كم مكان؟ أنا عندي أهي كلوثي أروها بتوع كلوثي وأروها بتوع لودوكية عشان تروح بعد كده لأفسس. ورسالة أفسس روح بتوع لودوكية علشان بعد كده تروح لكلوسي، وهكذا كانت الرسائل بتنتشر. يعني الأناجيل منتشرة، الرسائل منتشرة، الكلام اللي انت بتحكيه ده فور الكتابة. أكبر دليل بقى على انتشار الرسائل والأناجيل فور الكتابة الأباء الأوائل. إكليمندوس الروماني ده 95 ميلادي، بوليكاربوس 140 ميلادي، إريناوس 160-180 ميلادي، كل دول مستشهدين من الأناجيل ومن الرسائل. يبقى إزاي انتشرت في القرن الرابع وأنا عندي أقوال أباء من القرن الثاني وبيستشهدوا بيها عادي؟ وبيستشهدوا بيها عادي، معنى كده مش أنها اتكتبت، دي اتكتبت وانتشرت وتعرفت واعترف بيها وبيستشهدوا منها. يبقى مش ممكن يكون انتشر بعد قسطنطين مين لا دي هي انتشرت واعترف بيها فورا. يعني وحيدك بتتكلم افتكرت مرة بولس الرسول قال لكنيسة مش فاكر فين لما قال لهم الإنجيل المكروز به في كل الخليقة. صحيح، فده يقول إنه وصل إليكم كما إلى كل العالم أيضا. وهو يعني مثمر كما فيكم أيضا. فواضح إنه منتشر انتشار رهيب. والكلام ده مرضو لكلوثي. لأن بولس مش هو اللي بشر كلوثي، أبي فراس هو اللي بشر كلوثي. فبيقول لهم الإنجيل حضر إليكم، فهو بيقول اهو في كلوثي واحد، اقرا الشاهد ده لانه مهم، كويس انك فكرتني بيه. نشكر الله وابا ربنا يسوع المسيح كل حين، كلوثي 1:3، مصلين لاجلكم اذ سمعنا ايمانكم بالمسيح يسوع ومحبتكم لجميع القديسين من اجل الرجاء موضوع لكم في السماوات. تمام. الذي سمعتم به قبلا في كلمه حق الانجيل الذي قد حضر اليكم كما في كل العالم ايضا. شوف الانتشار. وهو مثمر كما فيكم أيضا منذ يوم سمعتم وعرفتم نعمة الله بالحقيقة. فأتي الانتشار كلمة الله، كلمة الله لا تقيم. يعني بولس في الثك مقيم وكلمة الله لا تقيم، فهو في الثكن بيكتب أفسس وفيليبي وكلوثي وفيليمون والرسائل كلها بتنتشر وكلمة الله لا يمكن أن تقيم. ده وهو في السجن، السجان آمن هو وأهل بيته. فعلا هو في سجن فيليب، لكن أنا بتكلم عن سجن روما. كلمة الله لا تقيم. في ناس بتتكلم وتقول إنه أنتوا كان عندكم أناجيل كتير بس أنتوا خدتوا حبة ورميتوا الباقي. زي إنجيل توما وزي إنجيل الطفولة. يعني عايز أعرف إيه رأي حضرتك في الكلام ده؟ يعني هو في أناجيل كتير، في أناجيل كتير خدنا أناجيل وأناجيل لأ، خدنا أناجيل وأناجيل لأ. يعني يمكن أنت كنت تتوقع مني هقول لك لأ هم أربعة وما فيش غير أربعة، متى مرقس لوقا يوحنا. لأ أنا عندي جوه الكتاب بيؤكد لي إنه في أناجيل كتير، وبيؤكد لي كمان إن الأناجيل دي